في لندن مزادات علنية لتحف فنية نادرة، وفي آفاق فن إيطالي معاصر يمزج بين الفكاهة والقضايا السياسية والاجتماعية. ومعرض صور على مدار السنة في بيروت، والمحترفون يعلمون الهواة. ولكن بداية من سوثبيز، حيث تقام مزادات علنية لبيع قطع أثرية ولوحات فنية نادرة. إلي ملكي التقى القيمين على مزادات أوروبا، وتابع اهتمام سوثبيز بالفن في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. Orientalist genre was one pioneered by Western painters, European and American. الفن الاستشراقي هو فن ابتكره الرسامون الغربيون من أوروبا وأمريكا مع القرن التاسع عشر، وكانت اللوحات حينها ترسم من قبل رسامين غربيين إلى المستهلكين الغربيين، لما كان للشرق سحر على الفنانين وعلى المستهلكين على السواء. ننظر الآن إلى لوحة مرسومة على الطراز الاستشراقي الغربي من قبل فنان تركي زمن الإمبراطورية العثمانية، وقد رسمها في منتصف القرن التاسع عشر بالتحديد عام 1878. نلاحظ في هذه اللوحة اهتمام الفنان بأدق التفاصيل. باستطاعتنا قراءة الكتابات الكوفية مثل بسم الله التي نراها هنا. كما كتب الفنان اسمه هنا، عثمان حمدي. أعتقد أن عثمان حمدي كان سابق لعصره. He was the first artist from Turkey to adopt the Western style. كان أول فنان من تركيا يتبنى الأسلوب الغربي في الرسم، وقد تدرب في باريس وتأثر بمدارس كبار الفنانين مثل غوستاف بولونجي. تقدر قيمة هذه اللوحة بثلاثة إلى خمسة ملايين جنيه استرليني، وهناك عدة أمور أخذناها بعين الاعتبار عندما قيمنا اللوحة. فعثمان حمدي هو فنان مستشرق فريد، فباستطاعتي أن أؤكد أن هناك أقل من 50 عملا استشراقيا بهذه الجودة لهذا الفنان. كما أن عثمان حمدي كان فنانا متعدد المواهب، فقد كان محاميا ودبلوماسيا وعالم آثار، بالإضافة إلى العمل الخيري، وبالتأكيد كان رساما، إلا أنه لم يقضي وقته كله في الرسم، مما جعل أعماله نادرة وفريدة. هذه اللوحة لإيفان إيفانوفسكي، وهذا منظر عظيم للقسطنطينية، وهي أيضا من أهم لوحات المستشرقين. تبث هذه اللوحة شعورا بالرومانسية من خلال ألوان غروب الشمس المنعكسة على نهر الفوسفور، بالإضافة إلى التدرج السلس من اللون البرتقالي إلى الأزرق. كما أن المنظر دقيق جدا، باستطاعتنا رؤية معالم المدينة الرئيسية كقصر توبكابي ومسجد النصرطية والقرن الذهبي، باستطاعتنا التعرف على المدينة على الفور لشدة الدقة. إلا أن إيفانوفسكي عمد على تحسين مكونات المدينة، فقد اشتهر إيفانوفسكي برسم لوحاته من خلال سكتشات يرسمها في الموقع، ثم ينقل الرسومات من السكتشات إلى لوحات كبيرة في مرسمه، فلم يكن يرسم لوحاته مباشرة من أمام المنظر الذي يراه. نقدر ثمن هذه اللوحة بمليون ومئتي ألف إلى مليون وثمانمائة ألف جنيه استرليني، وهذا ما أعتقد أنه ثمن مناسب للوحة بهذه الأهمية.
ما هي أهمية المجموعة العثمانية المعروضة في هذا المكان؟ ما نراه في هذا المعرض هو مجموعة يملكها شخص واحد جمعها على مدى 30 عاما من البحث، وتعكس كل ما هو عثماني لمدة تتعدى 500 سنة، أي منذ القرن 15 إلى القرن 19. هذه أهم قطعة من الخزف الإزنقي تعرض للبيع. ما نراه هو جرة من الخزف الإزنقي مؤرخة بين عام 1530 و1540، وتعرف بسلعة القرن الذهبي، وذلك لاكتشاف بعض الآثار المماثلة في منطقة القرن الذهبي. ما هو سبب اهتمام سوتبيز بالفن الإسلامي؟ هذا المعرض هو أحد المعارض المختصة ببيع التحف الفنية الإسلامية، وهذه الغرفة بالتحديد مخصصة لعرض المخطوطات والكتابات الإسلامية وصفحات من المصحف، بالإضافة إلى بعض الأسلحة. وما نراه على يسارنا هو صفحات من مصاحف عمرها أكثر من 1000 عام، وكتبت على ورق مصنوع من جلد العجل ومكتوبة بالخط الكوفي، وهو من الخطوط العربية القديمة والمميزة. Which is a distinctive style of early Arabic script. هل لك أن ترينا بعض الأمثال عن الأغراض المعروضة للبيع؟ So what we've got here is a 17th century Ottoman ceremonial sword. هذا سيف عثماني يستعمل في الاحتفالات الرسمية من القرن 17. وقد زين بسخاء كبير، فنرى هنا الفضة منقوشة عليها زخارف وردية مزينة بالأحجار الكريمة والذهب. هذه صفحة من كتاب الملوك الفارسي الشاهنامة، والذي تم تكليفه من قبل الشاه إسماعيل الثاني في إيران عام 1577، وما زالت هذه اللوحة بحالة رائعة، وهي جزء من مخطوطة اكتشفت مع بداية القرن العشرين، لذا حافظت هذه الصفحة على رونقها. ما يميز هذه اللوحة هي التفاصيل الدقيقة فيها، فنرى هنا تفاصيل صغيرة مرسومة بدقة عالية، مثل الشمعة هذه والرجال والقنينة. ونرى هنا رجلا يصب سائلا في كأس لرستم، وهنا نرى طائرا أسطوريا مرسوما بدقة عالية، وكلما اقتربت إلى اللوحة تجد رسوما أدق. جميع مكونات اللوحة تعكس تفاصيل الثقافة الفارسية. Well, Sotheby's was founded in 1744. تأسست سوثبي عام 1744، وكانت وقتها تبيع الكتب. ومع بداية عام 1755 بدأنا ببيع المصاحف. لذا إذا عدنا إلى منتصف القرن الثامن عشر تجد لدينا تاريخا في بيع الفنون الإسلامية. نحن الآن بالتأكيد شركة مختلفة، فنبيع عمليا كل شيء، وتنشط أعمالنا في أكثر من 40 دولة، كما يوجد لدينا أكثر من 90 مكتبا حول العالم، ونتعامل بما يقدر بمليارات الجنيهات من الأعمال الفنية. لذا فنحن فخورون بعملنا. نبيع الأعمال الفنية والتحف بشكل أساسي بالمزاد العلني، وأعتقد أن طريقة بيع المزاد العلني عادلة، لأنها سوق مفتوحة للتجارة كما هي في الأسواق العربية القديمة. فالكل مدعو إلى التجمع لبيع سلع من نوع معين. على سبيل المثال، سنقوم الأسبوع القادم بعرض قطع إسلامية، وكل من هو مهتم بشراء الفنون الإسلامية سيأتي إلى هذه السوق، وأنا سأكون المشرف على هذا المزاد، وهي عملية بيع مشوقة. فنبدأ بالقطعة الأولى ونعمل سريعا، لنفرض أن القطعة الأولى تقدر ب10,000 جنيه. يفترض علي أن أفعل كل ما بوسعي لتأمين هذا المبلغ في المزاد. فأبدأ بالسؤال: من يدفع 7,000؟ 7,500؟ 8,000؟ 9,000؟ شكرا. 250,000 فتلاحظ أني أدير المزاد لأبيع القطعة لمن يدفع أكثر، وهذا هو العقد.
يفضل أن نكون سريعين، فإذا عملنا ببطء سيختفي العملاء ونخسر، لذا يجب أن يكون المزاد ممتعا. هل تأثر الطلب بظهور متاحف جديدة في منطقة الشرق الأوسط؟ هناك تزايد ملحوظ في عدد المتاحف الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأنا شخصيا أرحب بذلك، ليس فقط لأنه من المهم أن تتوفر المتاحف في جميع المدن المهمة، بل لأن هذه المتاحف لها تأثير كبير على سوق الأعمال الفنية. من المهم أخذ الجودة بعين الاعتبار عند شراء أو بيع أي قطعة فنية، فلو توفر لديك 10,000 جنيه لشراء قطعة، من الأفضل أن تنفق هذا المبلغ على قطعة واحدة ذات جودة عالية من أن تنفق المبلغ على 10 قطع بقيمة 1,000 جنيه للقطعة. من يشتري هذه التحف ومن يبيعها؟ يأتي المشترون من جميع أنحاء العالم لتوفر العديد من المكاتب لدينا، وبسبب اسم سوثبي العريق فالناس يعرضون علينا قطعهم بشكل دائم، ونتعامل مع شرائح مختلفة كجامعي التحف المتاحف والتجار، لذا فمن الصعب وصف عملائنا بكلمة واحدة. والشيء نفسه ينطبق على من يوفر لنا القطع والأعمال. في الواقع أمضيت أكثر من 30 عاما في هذا العمل، وما زلت أستمتع به لأني أرى أناسا مختلفين كل مرة. كيف تتأكدون من أن الأعمال الفنية غير مهربة من بلدانها؟ لدينا قسم للتدقيق في لندن ونيويورك لفحص جميع القطع التي تأتي إلينا، كما أننا نمرر جميع القطع التي لدينا أو صورا عنها على سجل الأعمال الفنية المفقودة، وبذلك نقوم بقدر المستطاع بالتأكد من أن القطع نظيفة ولا تشكل أي مشاكل بعد البيع. ما هي توقعاتك بالنسبة لسوق التحف والأعمال الفنية العربية والإسلامية؟ من الصعب علي التنبؤ بذلك، إنها شبيهة بسوق الأوراق المالية والأسهم، بعضها يرتفع وبعضها ينخفض، ولذلك أعود إلى ما قلته سابقا وهو أن تشتري شيئا بجودة عالية، لأني أؤمن أن ثمن القطعة الثمينة يرتفع باستمرار. أعتقد أيضا أن هناك سوقا واعدة غير مكتشفة بعد تنتظر الفنانين العرب المعاصرين، لكن ما زال أمامهم طريق طويلة. أعتقد أننا سنرى أرقاما قياسية جديدة لأعمال هؤلاء الفنانين الشباب. نلاحظ الآن أعدادا متزايدة من جامعي الأعمال الفنية الإسلامية من منطقة الشرق الأوسط، وهم من يقومون بشراء تراثهم من جديد، ولكن لا تنسى أن هنالك عشقا للفن الإسلامي في الغرب، لذا لدينا جامع القطع الإسلامية في كل مكان. هل هناك من تأثير للربيع العربي على سوق الأعمال الفنية؟ كان هناك تأثير للربيع العربي على مبيعاتنا، ولكن الأمور تغيرت وعادت الثقة إلى السوق من جديد. فنان إيطالي يحاكي القضايا السياسية الاجتماعية من خلال فن البوب المعاصر، مازجا بين الفكاهة والفن. أعمال ستيفانو ميزاروما تابعها الجمهور الإنجليزي لأول مرة في لندن في المعرض الثقافي الإيطالي. ولدت في روما ودرست في ميلانو إدارة الأعمال في جامعة بوكوني. أقمت في ميلانو حيث كان لي استوديو خاص بي هناك، استوديو فني وآخر موسيقي. بدأت العمل كدي جي ليلا في غالبية ملاهي ميلانو.
أصنف فني في إطار البوب المعاصر لأني أحاول عبره جمع تقنيات مشاهير فن البوب. أرسم على قماش الكنفة، أستخدم ألوان الإكليريك، وأستخدم رش الطلاء والرسم الطباعي، كما ألجأ للملصقات والمطبوعات الورقية. باختصار أستخدم تقنيات متعددة كثيرة، لكنني لا أستخدم الألوان الزيتية، ليس بعد. I'm also a DJ. I started playing music with my friends. أنا أيضاً موزع موسيقي. بدأت أنسق الموسيقى مع أصدقائي في الجامعة، ثم اتجهت إلى توزيع الموسيقى في الملاهي الصغيرة ثم الكبيرة. لا يمكنني العمل على لوحاتي بدون موسيقى، وأعني هنا الموسيقى الصاخبة، سواء كانت موسيقاي أنا أو موسيقى أشخاص آخرين. لذا أظن أن ثمة ارتباط بين اللون والصوت. The color and the sound. Well, I call this painting Mao. أسمي هذه اللوحة رسمة ماو، لأنني أحببت أن أجمع اسم جوجل مع رمز للشيوعية كماو. فقد زرت الصين وأعلم تماما كغيري أن جوجل في الصين ليست حرة 100%. And I know like everyone that in China Google is not 100% free. So it was funny to mix. لذا كان من الممتع الجمع بين نقيضين كالعولمة والمعلومات من جهة ووسائل الشيوعية من جهة ثانية. Way of viewing of communism. Stefano, لماذا هذا الشعر؟ Well, the mustache because it's I thought it was funny. الشارب لأني رأيت أنه مضحك، باعتبار أن The Queen الملكة بريطانية، وفريدي ميركوري من فريق كوين كان بريطانيا أيضا. وبما أنها الذكرى 20 لتأسيس الفرقة الموسيقية كوين، ارتأيت أنه سيكون من المضحك التعرف على فريدي ميركوري عبر الملكة بشاربه. فريدي ميركوري with the mustache. من خلال هذه اللوحة أردت أن أقول إن مايكروسوفت خسرت جزءاً من سوق البرمجيات مع ظهور منافسين كشركة أبل وغيرها من الشركات. المغرب، هذه لوحة رسمتها عام 2007 بعد أن عدت من جولتي في المغرب، وهناك عثرت على هذه الملصقات في سوق شعبي أعجبتني كثيرا فاشتريتها وأعدت تنسيقها في لوحة. إنها نظرتي إلى ذلك البلد بعد زيارتي له. في لبنان معرض صور شهري على مدار السنة بمشاركة فنانين معروفين يساعدون الهواة على تعلم مهنة التصوير وممارستها. بس وجود دار المصور هيدا حلو، انه موجود، انه في محل واحد كإذا عباله يعرف شي عن الصورة عن هيدا شي، في محل هيك ببيروت موجود هالشي، وهيدا اهم شي بالنسبة لي. أشياء، أنا اسمي رمزي حيدر، بشتغل مصور صحافي لمدة ما بين 25 و 30 سنة. اشتغلت صورت الحرب اللبنانية كلها، صورت بالعراق، بأفغانستان، بليبيا، ما يعني برمت قد ما فيه أبرم، يعني عملت تجربة كانت كتير عظيمة بفتخر فيها أنا. هاي التجربة خلتني أعمل هذا الشيء اللي أنا عم بعمله هلأ، اللي هو دار المصور.
أول شيء دورات التصوير اللي عم نعملها هي بعدة مجالات، يعني في فوتوشوب، في فوتوغرافي، ديجيتال، إنترودكشن للبيسك، بيرجع بتطلع لإنترميديت للأدفانس، في عنا أندر ووتر فوتوغرافي كلاب، في دورات تصوير بالدارك روم. أكيد كل شخص بيجي لهون بيكون مشارك بالنسبة لإلنا، يعني لأنه الصف في يكون ناس عندهم فكرة عن شيء اللي عم يتعلموا، في ناس ما عندهم فكرة بالمرة، فالصف ببلش أكيد من إنه بيزكس، إنه يتعلموا كيف يكونوا فاميليار مع كل هالتولز اللي عم يستعملوها بالبروجرام، لبعدين يوصلوا لمرحلة متقدمة ويصيروا إنه يعرفوا يشتغلوا على صورتهم الجامعة بطريقة شوي أضعفية عن اللي بنعرفه عادة بفوتوشوب. في مواهب كتير عند عديدة عند الناس، المفترض هالمواهب يعني اللي ما عم يصير لها فرصة إنه تبين، عم نعطيها فرصة إنه تبين إنه هذا المكان موجود للمصورين، يعني كانوا هواة أو محترفين، فمن خلال هذا المكان فينا نقدم نحن صور أو عروض للمصورين بما إنه موجود. فمشروع 12-12 هو يعني مبادرة من دار المصور للمصورين المحترفين والهواة لإقامة 12 معرض لهم على مدى 12 شهر. هلا هذا أول مشروع شفته هو معرض موزايك، يعني للأشخاص اللي بتدربوا معنا، بعدين رح يكون في أشخاص محترفين من مواضيع محددة رح يعرضوها خلال 12 شهر. هذا المعرض عم تشوفه اسمه معرض موزايك. المعرض بيشتمل على 55 أو 57 صورة ل 45 شخص شاركوا معنا خلال سنة 2011 وآخر 2010 تقريباً، لدورات تصوير ورحلات تصوير اللي نعملها. فشغلهم كان يعني عم نعمل نحن معرض لصور هواة، وطبيعة الحال يعني يكون نتيجته معرض مختلف، يعني المواضيع اللي عم تشوف فيها في صور أول شيء من كل دول العالم، يعني الأشخاص اللي تعلموا تصوير هون سافروا وراحوا إجوا كانوا عم بيصوروا كل الوقت. اثناش بلش قبل فترة أو أول السنة بلش كان المعرض اللي عم تشوفيه هلأ، هذا هولي ناس مرقوا معنا تدربوا معنا السنة الماضية، يعني هلأ بأول الشهر الجاي حيكون في معرض لمصور واحد، وهذا شيء بخلينا نقول إنه في عنا ممكن يصير، لأنه حيكون بس مش مقتصر على اللبنانيين إقامة معارض أو على الهواة، حيكون لناس محترفين لمصورين كتير معروفين بالعالم، كان لبنانيين أو عرب أو أجانب، يعني 12 معرض جاهزين ما تخافوا حيصير. نتمنى أن تكون حلقة أفاق لهذا الأسبوع قد نالت إعجابكم. يمكنكم مراسلتنا على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq. نحن بانتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم على المواضيع المطروحة في أفاق، بالإضافة إلى اقتراحاتكم بشأن ما تودون أن تشاهدوا في البرنامج. انتظرونا الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية. إلى اللقاء.